موجود لطلب التالتة أشغال وتالتة ري، وعندنا كورس برضو هو اسمه بس مختلف، لائحة القديمة اللي هو بالاسم القديم سي اس 331 ستيل ستراكشر ديزاين 1. احنا السنة دي عندنا في 4 دكاترة هيدوكوا الكورس، هنبدل مع بعض. انا الدكتور شريف حسان، ومعايا الدكتور تامر حنفي رضوان، والدكتور احمد مصطفى ابراهيم، والدكتور طارق عبد الرازق، احمد طارق عبد الرازق انا اسف. وهيبقى عندنا محاضرة واحدة في الاسبوع، وعندنا سيكشن واحد في الاسبوع برضه ان شاء الله. الهدف من الكورس الحقيقة ان احنا يعني نخلي الطالب على علم ايه هي الستيل ستراكشر، ايه المنشآت كلها. احنا عندنا يا منشآت خرسانيه يا اما منشآت ستيل، ففي الترند دلوقتي طبعا ان المنشآت الستيل ستراكشر بقت اكثر انتشارا دلوقتي اكثر من المنشآت الخرسانيه، تمام، وبالذات الفانسي ستراكشرز اللي هي المولات والمطارات والحاجات اللي هي المعارض، سبورت هولز، قاعات، حاجات زي كده. فهنديك فكره عامه. السنه دي احنا بنتكلم على مباني، السنه الجايه ان شاء الله هيبقى الكورس على الكباري، رودواي بريدجز، كباري طرق وكباري سكه حديد. احنا عايزينك تفهم الابلكيشنز يعني الاستخدامات بتاعت الستيل. build the student sense and drawing talents طبعا هيبقى فيه في التوتوريالز اللي هي بيسموها السكاشن، يعني هيبقى فيه طبعا شرح بسولفد اكزامبلز، وهيبقى فيها برضو تصحيح للاسايمنتس واللوحات. واحنا طبعا اكيد اللغه بتاعت المهندسين هي الرسم، فبالتالي هيبقى عندك جزء ديزاين وعندك جزء هيبقى لوحات، وهيبقى معاك طاقم معيدين هي ناس محترمين جدا وهيساعدوك جدا. يعني الريفرنسز عندنا احنا بنشتغل في مواد التصميم جميعها، يعني كل مواد التصميم بنشتغل بالكود. فاحنا عندنا الحقيقه الكود، في كود بتاع ديزاين، وده اللي احنا هندرسه في الكورس بتاعنا اللي هو بتاع لود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين، وفي الكود بتاع الاحمال، وفي بعض الكتب الخارجيه يعني اللي ممكن تستعين بيها. احنا عاملين زي كورس كونتنت، ممكن برضو اوريه لكم ثانيه واحده. الكورس كونتنت اللي هو ده هيتوزع عليكم برضو، ممكن نبقى نعمل له اوكي. الكورس كونتنت عندنا اللي هو زي ما قلنا احنا عندنا نتعامل مع تو كورسز، هما نفس المحتوى نفس الكونتنت بس المسميات مختلفه، قد يكون في اختلاف في الامتحان نفسه. بيبقى مثلا طلبه ري واشغال ممكن يبقى الامتحان اخف شويه، ممكن لطلبه اللي هو لائحه 2003 ممكن يبقى مختلف حاجه بسيطه يعني. فاحنا كده هنستعرض معاكم بس المحاضرات. احنا عاملين جدول للمحاضرات، الجدول ده بيقول لك تعرف المحاضره الاولى، هتعرف هنا ايه هي المحاضره وتاريخها، واس تي ار ده اللي هو ثالثه انشاءات، بابليك وورك اند ايريجيشن اللي هو ده للطلبه بتوع بابليك وورك اشغال عامه، وطلبه لائحه 2003. احنا هنا الليكتشر اللي هو المحاضر، هنا اس كي اتش اللي هو شريف كمال حسان اللي هو انا، في عندنا اي ام اللي هو احمد مصطفى، في تي اتش اللي هو تامر حنفي. فانت عندك المحاضرات الانترودكشن بتاعت النهارده، وبعدين في محاضره الاسبوع الجاي هيبقى تنشن ممبرز كومبريشن ممبرز، هبقى معاكم ان شاء الله تاني في الديزاين اوف كومبريشن ممبرز المحاضره الثالثه والرابعه. البولتد كونكشنز المحاضرتين، بيبقى في ميد تيرم اكزام تقريبا متوقع ان هو يبقى في 20 نوفمبر،
الويلدد كونكشنز عندنا هيبقى فيها بعدها حاجه اسمها تصميم الكمرات لاترالي سبورتد بيمز ولاترالي ان سبورتد بيمز. في عندنا الروف بيرلنز وفي عندنا الكول فورمد سيكشنز. ولو في وقت هنعمل ريفيجن، احنا كده هنكون وصلنا لغايه 30 12 تقريبا. نفس الكلام هتلاقي عندك في الكورس كونتنت، هتلاقي كمان زي ما الجدول اللي فات بيوضح لك المحاضرات بالتواريخ باسم المحاضر، هيبقى عندك كمان جدول للاساينمنتس اللي هي التوتوريالز، الحاجات المكتوبه انستراكتنج، يعني هنا هيبقى في شرح في السكشن، جريدنج او ماركينج اللي هيبقى فيه تصحيح. وعاده السكشن ممكن يبقى فيه الاثنين، يعني ممكن يبقى شرح في اول السكشن وتصحيح في اخر السكشن. وانا هبقى احضر ان شاء الله كده، امر على السكاشن عشان نتعرف عليكم، ان احنا مش شايفينكم او انا مش شايف يعني الاونلاين، المحاضرات كلها اونلاين بس السكاشن اون كامبس يعني ان شاء الله في الكليه يعني. هنا برضو هيقول لك الاساينمنتس، اساينمنت واحد واثنين، وهنا تبقى انت داخل عارف ان انت عندك فيه شرح في السكشن ده او ما فيش. غالبا اغلب السكاشن فيها شرح غالبا يعني. تمام، نرجع تاني للمحاضره بتاعتنا. فهنا ده السكيدول بتاع المحاضرات، والاحسن ان احنا ناخده من الشكل اللي احنا شفناه. الدرجات متوزعه بالنسبه للكورس بتاع 341، الكورس بتاعكم ثلاث انشاءات، ان احنا عندنا اعمال السنه هم 40 درجه، واخر الترم امتحان فاينل بتاع الترم الاولاني هيبقى عليه 60 درجه. ال 40 درجه متقسمين حاجتين، اكتيفيتيز واساينمنتس وكويزز واتندنس، يعني حضورك في السكشن، حضورك في المحاضره، الاساينمنتس بتاعتك، الكويزز، دي 20 درجه. الميد تيرم لوحده، الميد تيرم اللي هو قلنا بيبقى في نص نوفمبر تقريبا او ثالث اسبوع في نوفمبر، عليه 20 درجه. انا عايز بس حد من الطلبه يكون فاتح المايك ويقول لي ان انا ماشي كده الصوت واضح بالنسبه للناس، الطلبه كلهم سامعيني كويس، شايفين كويس. تمام يا دكتور، كله واضح ان شاء الله. كله واضح، تمام. طيب الاستراكشر ديزاين عموما، يعني التصميم عموما، احنا بنتكلم على مواد تصميميه زي الستيل والقرصانه، فهي بتفرق من مهندس للاخر، يعني ازاي هو اولا يعني يقدر ان هو يبقى متطابق مع الرسومات المعماريه او المعماري او متطلبات معماريه، وفي نفس الوقت يبقى لازم سيف وريلايبل وايكونوميك، يعني ثلاث حاجات. هو ده الشطاره، هو ده اللي بيميز مهندس عن مهندس، يعني تاني مهندس في مهندس يعمل الحاجه سيف بس يعملها ويست، يعني اوفر ديزاين، وده بيكلف المال كتير. طبعا احنا بنعلمك ازاي تعمل ديزاين عشان تبقى مهندس افكتيف. يعني الديزاين بروسيدرز في الستيل بروجكت فيها زي ما قلنا المالك الاونر، وفيها الاركيتكت لو في معماري، وفي الاستراكشر انجينير اللي هو ايه سيادتك او سيادتك اللي هتعمله الديزاين. الديزاين بروسيدرز بتبدا اول حاجه زي ما انت هتبدا كده معانا في السكشن، اول حاجه هيبقى شرح للي اوت. اللي اوت ده عباره عن شكل او نظام انشائي بنحطه للمنشا بتاعنا. احنا قلنا السنه دي بنتكلم على منشات صناعيه، يعني بنتكلم على مصانع، في الاغلب كلها مصانع. فالمصانع بتعمل لي اوت، يعني ابعاد الارض اللي عندك قد ايه، ابعاد المبنى، طوله، ارتفاعه، عرضه، طب هتقسمه تراسز او فريمات كل قد ايه، طب ايه اللي رابط الفريمات دي مع بعض، ده اللي هتعرفه في السكشن في شرح اللي اوت. هتعرف برضو التقسيمه بتاعت اللودز، هنتكلم عليها النهارده بسرعه،
ايه هي الاحمال اللي بتقع على اي مبنى، تمام، والاحمال دي برضو هتاخد عليها شرح في السكشن. الاستراكشر اناليسيز اللي هو ازاي تجيب الاسترينج اكشنز والفورسز والمومنتس، ده مش هنمتحنك فيه لان احنا ما بنمتحنكش دلوقتي استراكشر. زملاء في استراكشر هم اللي هيخلوك تحسب الاسترينج اكشنز. احنا بندي لك الاسترينج اكشنز اللي هي المومنت، شير، اكسيال، انا بدي لك الفورسز واقول لك صمم مثلا الكاميرا دي او العمود ده او الممبر الكومبريشن ممبر ده او التنشن ممبر ده. فالستراكشر اناليسيز هو جزء مهم بس دلوقتي خارج نطاق الاساينمنتس وخارج الكورس ده. يعني احنا مش هنكلمك ازاي تحسب مومنت وازاي تحسب شير. طيب انا هتكلم يا جماعه حوالي مثلا تلت ساعه او 25 دقيقه، وممكن الطالب اللي معايا اللي هو اسمك ايه يا باشمهندس اللي معايا على المايك، عمر، محي الدين عمر يحيى، محي الدين عمر محي الدين ده عمر محي الدين، بس سامعني يا باشمهندس عمر؟ عمر راح بقى الصوت راح ولا ايه؟ لا طيب حوالي 20 او 25 دقيقة وهناخد ريست 5 دقايق او 7 دقايق. لو في اي اسئلة ممكن يعني اللي يسأل يرفع ايده مثلا ونشوف السؤال بتاعه ايه. احنا لسه طبعا بنتكلم في انترودكشن بسيط خالص يعني. فالديزاين ماشي بروسيجرز دكتور، النت كان قطع عندي حضرتك، لو نزلت لي النت كان قطع عندي بس. النت كان قاطع. انا بقول لك ان انا هقسم المحاضرة بس لثلاثة، هاخد بريك بعد كل مثلا 30 دقيقة او 25 دقيقة، اخد بريك 5 دقايق، اللي عايز يسأل في حاجة يستفسر عن حاجة فانا هكون معاه في البريك ده لو هو عايز، وبعد كده بنكمل على طول 5 مينتس وبعدين بنكمل التلت الثاني وهكذا. هي المحاضرة كلها محاضرة تعريفية بس. فهنا بنتكلم على الديزاين بروسيدجرز، قلنا ان في ديزاين ينقسم الى انك هتصمم ممبرز وهتصمم كونكشن. يعني الستيل عباره عن ديزاين اوف ممبرز، اعمده، كمرات، اكسيال ممبرز زي كومبريشن ممبر، تنشن ممبر. وبعد كده في عندك ديزاين دروينجز، في ورك شوب دروينجز دي مش عليك، في ديزاين سبيسيفيكيشنز دي هنبقى نتكلمك عليها بعدين. الديزاين اسبيكتس عموما بتاعت اي ستيل او خرسانه، ان احنا بنتكلم يا اما بنتكلم في سترينث وستيفنس وكونستراكشن ريكويرمنتس وايكونومي، يعني اللي هي السيفتي بتاعت والاقتصاديه بتاعت التصميم. الكودز اوف براكتس اللي هي المواصفات هي قوانين، ما هياش حاجه اختياريه. ما نقول لك صمم ممبر معين فانت لازم تصممه طبقا للكود. يعني ايه طبقا للكود؟ يعني الكود ده حاجه حاكمه زي قانون حاكم لجميع المهندسين انه لازم يلتزم ما يعديش الحدود المنصوص عليها في الكود. فالكود اوف براكتس ده هنا بيكلمك على ان الكود، طبعا المحاضره دي كلها هتبقى موجوده عندك، هيتعمل لها ابلودنج على طول بعد المحاضرة مباشرة يعني. في سايت بتاع باشمهندس أحمد، في سايت هيبقى للماس. اوكي طيب الديزاين رولز قلنا دي governing يعني حاكمة بالنسبة للمواصفات. البيلدينج كودز والسبيسيفيكيشنز تاني بنتكلم على الاستراكشر انجينير ده لازم يبقى يحضر ويجهز التكنيكال كونتنتس بتاعت السبيسيفيكيشن، يفهم يعني ايه هي الماتيريالز وخواص المواد، يفهم ايه هو اللحام، كل الكلام ده هنتكلم عليه في الكورس هي، وهنتكلم باستفاضه سواء في المحاضرات او في التوتوريالز او في السكاشن يعني. ده برضو بنتكلم على الستاندردز والبيلدينج كودز والسبيسيفيكيشنز. هو يعني مختصر الكود ان احنا زي ما قلنا في كود للتصميم وكود للاحمال، الاثنين لازم يبقوا عندك، لازم كمهندس
مش كطالب كمان، لازم يبقوا عندك كود التصميم بتاع المنشآت الحديدية أو المعدنية وكود الأحمال، ولازم أكيد يبقى عندك كود بتاع الخرسانة، وده يمكن عندك من السنة اللي فاتت يعني تصميم المنشآت الخرسانية. في المزايا بتاعت الحديد ان هو الستيل ستراكشرز عموما يعني تحمل احمال كبيره، وزن خفيف، سمولر سايز ممبرز يعني الحجم الممبر نفسه، العمود الكاميرا بيبقى الدبس بتاعها صغير مقارنه بايه، مقارنه بقطعات الخرسانيه يعني. فاست كونستراكشن طبعا، عشان كده كل المصانع او 90% من المصانع بتتعمل ستيل، لان المستثمر ده عايز مبنى يخلص بسرعه، وعايز سبان كبير، وعايز ان هو يجيب استثماراته الفلوس اللي دفعها بسرعه. فتلاقي معظم المصانع ممكن اقول 90% بتتعمل ستيل ستراكشرز. طبعا في كواليتي كنترول وفي هاي داكتيليتي. ميزه الستيل ان انت لو رايح بتعاين مبنى ستيل فانت شايف القطاعات قدامك، شايف العمود، تقدر تقيس ابعاده، تخاناته، تاخد منه عينه، تشوف الجريد او الماتيريال بتاعه ايه، نوع الستيل بتاعه. الخرسانه بيبقى العمليه دي طبعا ايه يعني فيها صعوبه جدا، ان انت رايح شايف قطاع خرسانه بس ما تعرفش التسليح اللي جوه ده قد ايه، الكنات متوزعه بانتظام ولا لا، الجهد الخرسانه تقدر تجيبه لكن ما تعرفش تشوف التسليح والحاجات دي. فهنا من المزايا الميريتس ان انت عندك الحاجات دي كلها قدام عينك. يعني دروباكس ممكن يبقى حكايه الكوروجن، ولو ان دي يعني الصدى، بس ده ممكن محلول جدا ان احنا بنعالج الصدى ده طبعا بالبرايمر وبدهانات معينه ودهانات ايبوكسيه. لما بيبقى السبانز صغيره يعني 8 متر موديول ما بين المسافات بين الاعمده، فما يفضلش انك تعمل ستيل، هيطلع اغلى، ده هيطلع اغلى من الخرسانه، ولكن هو اسرع في جميع الاحوال يعني. مقاومه الحريق بتبقى ساعات مشكله، ان الدهانات المقاومه للحريق هي مش مقاومه، هي مؤخره يعني، هي فاير ريتاردنج اللي هي بينتس، اللي هي دهانات معينه هي اللي بتبقى ايه مقاومه مؤخره للحريق. في فاير ريتاردنج بينتس مده ساعه او ساعتين، دي دهانات خاصه بتبقى غاليه جدا. بس ممكن نتوقف هنا. شانس عمر اسمه عمر، يعني نقعد كده 5 دقايق لو حد عايز، لان احنا بعد كده هنبتدي نستعرض صور لمباني حديديه. فالجزء الاولاني من المحاضره كان الكورس كونتنت، هيمشي ازاي، محاضرات، توزيع الدرجات، ايه هو الحديد، ايه هي المواصفات، ده اللي اتكلمنا عليه في الجزء الاول. ارجو ان يكون الكلام واضح والصوت مسموع، ولو حد ليه اسئله شوف بقى نتواصل دلوقتي. انا معايا المهندس احمد صفي هنا مدرس مساعد، وهيبقى هو يعني هيوريني الاسئله بتاعتكم وانا اجاوبكم عليها دلوقتي، يعني قدامنا 5 دقائق كده ان شاء الله. حد عايز يسأل في أي حاجة؟ عمرو أعتقد الدنيا واضحة عايز يفتح، اللي عايز يفتح المايك بس عشان ما يفتحوش كله المايك مرة واحدة، فهنعملها ازاي ده يا مستر؟ هو المفروض يرفع ايده. أنا مش شايف حد رافع ايده خالص يعني، مش شايفين. انتوا موجودين ولا نايمين ولا ايه بالظبط؟ لا مع حضرتك أنا. انا بسمعك انت بس. لا ده موجودين يا دكتور كلنا. طب فين عمر؟ فيهم انا واحد فيهم بقى. انا موجود، هرفع ايدي يا دكتور، فين؟ انا كده رافع ايدي.
شايفه لسه هتترفع. دي كده شكله عشان نعرفه. عمر محي الدين سيد. اوكي طيب الباقي معانا بقى. يعني انا مشكلتي مع الاونلاين ان طب انا رد يا شباب، رد يا شباب، ما باخدش دوري اتاكد ان الفيدباك. كله موجود. انا عايز بس كله يبقى موجودين يا دكتور مع حضرتك. ده احمد مع حضرتك يا دكتور، مع حضرتك. اهلا بيك. ايوه يا دكتور مع الكل حضرتك. كلام واضح يعني معقول. طيب وبقول لك المشكله في الاونلاين دي ان ما فيش اي انتراكشن مع الطلبه، فده يعني عارف زي واحد يكون مش شايف ايه الرياكشنات بتاعتهم في المحاضره في المدرج. احنا كنا عاملين حقيقه يعني عايزين نخلي كل المحاضرات اون كامبس زي السنه اللي فاتت، او السنه اللي فاتت كان في نص ونص يعني حسب الدكتور. السنه دي هم الكليه اداره الكليه الحقيقه طلعت الفرمان الغريب ده يوم الثلاث اللي فات، وكان ثلاث بالليل كمان، وكان ما فيش قدامنا غير يوم الاربع، والخميس كان اجازه، وحطونا قدام الامر الواقع. فالحقيقه هي رغم ان المحاضره بالنسبه لنا احنا يعني طبعا اسهل ان انا اعملها اونلاين، بس انا الحقيقه يعني للطالب فعلا عشان يستفيد لازم يبقى شايف المحاضر وشايف الكلام وشايف يعني. فاحنا يعني العمليه بالنسبه لنا صعبه شويه، فاتمنى ان يكون يعني انا كنت بقول ان لو تحصيل الطالب في المحاضره 70% من المحاضره يبقى كويس قوي. في الاونلاين مش عارف هنوصل 50 حتى ولا لا، بس يعني المحاضره سيبك من محاضره النهارده، النهارده دي انترودكشن وظريفه كده ومفيش فيها مشاكل خالص يعني. لكن لما نخش في الديزاين عشان كده انا هبقى احضر التوتوريالز او السكاشن، وهخلي اجباري اصل انا برضو ماسك استاذ ماده المنشات المعدنيه استاذ الستيل، فعشان كده انا عايز الطلبه المعيدين يحضروا بانتظام، دكاتره يحضروا بانتظام، وانا هبقى كل سكشن موجود فيه اربع معيدين. لا ثلاثه بس انا عايز ثلاث معيدين. احنا معانا اربع معيدين ودكتور. طيب ماشي، كل سكشن فيه اربع معيدين ودكتور. طيب عايزين نتعرف الطلبه برضو لو عايزين يسالوا في حاجه يسالوكوا، المكتب بتاعك رقم كام في الدور الكام؟ تمام ده يعني يبقى تقول له يسيبه على السايت. طيب هل نكمل المحاضره؟ تمام يا دكتور. طيب هنا ال هو كده مش شايفين السكرين؟ شايفين. تمام. هنا ده كده مثال زي ما قلنا فيه في الديزاين دروينجز. اللي قدامك ده مش ديزاين دروينج، اللي قدامك ده اسمه جنرال ارينجمنت و 3 دي موديل بيتعمل على برنامج زي تيكلا. ده يعتبر ورك شوب دروينج، يعني بعد ما الديزاينر بيخلص بتديها للديتيلر، بس بدي الديتيلر، الديتيلر بيرسم لك الموديل بالشكل ده. ده عباره عن مالتي ستوري يعني مبنى متعدد الطوابق كده، تمام. عباره عن فلور بيمز، كمرات، اعمده، بريسنج، فيرتيكال بريسنج، سلالم. ده شكل من اشكال ده كانت لووتر بارك، يعني لعبه كده اللي هو المفروض الناس تطلع فوق هنا لغايه هنا ويروحوا نازلين من زحليقه كده، هبقى اوريكم شكلها يعني. ده استاد بتاع اريزونا. الاستاد طبعا معمول تراس، بس لك ان تتخيل ان الاستاد كله متشال على اربع اعمده اللي هم الاعمده الخرسانه دي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، سموها ميجا كولومز، حاجات ابعاد رهيبه. السبان بتاع التراس ده 226 متر عشان تتخيل الرقم، يعني انت اقصى حاجه هتاخدها مثلا السنه دي في الاساينمنت ممكن 30 ولا 40 متر سبان، ده 226 متر. وكان ومتشال بعد كده عليهم سكندري تراسز وريتراكتبل روف، يعني السقف بيتفتح بتاع الاستاد فتح ويتقفل، تمام. الدبس بتاع التراس هنا احنا بنقول دايما يعني السبان على 10 او كده، فالدبس هنا
26 متر، الدبس ده 26 متر، يعني عمارة مثلا 9 ادوار الارتفاع ده. طيب ده الاستاد وهو بيركب، استاد اريزونا ده هو بيتركب، وده التراس الكبير ودول السكندري تراسز، وده الشكل بتاعه في النهاية بعد ما اتقفل بالكلادينج. دي اشكال طبعا انت مش هتصادف ان انت تشتغل في استاد، لكن هتشتغل في مباني عادية، بس انا بوريك الاشكال اللي عشان نعمل ايه، يعني النوليدج بتاعتك تكبر كده وتبقى عظيمة جدا. ده مول تجاري، ده عادي ممكن تشوفه كتير، سيتي ستارز موجود في الروف بتاعه والحاجات دي. ممكن فنادق زي اللي على اليمين كده شكل الفندق. المطار ده طبعا اكيد ده مطار شتوتغارت في المانيا، ده الاعمدة كلها ماشية بنظام التري سيستم، يعني زي شجرة شجرة وبيتفرع منها افرع كده كتيرة، فده مطار شتوتغارت. دي البروفايل بيكتشر بتاعتي في الفيسبوك على فكرة، الخلفية دي بتاعت مطار شتوتغارت. ده مطار عجبني برضو جدا، مطار المدينة، المطار زي التري سيستم بس انا مسميه هنا، انا اللي سميته بالم سيستم اللي هو النخل، مستوحي من يعني الحياة البدوية وكده، فعاملين الأعمدة في مطار المدينة ده كلها بشكل نخلة، زي نخلة كده، وشايلة مجموعة كاميرات وشايلة الروف. ده أحد المولات برضو. هنا الستيل ستراكشر هنا ممكن يتعمل أدوار تعلية، وده كتير الحقيقة، يعني بتلاقي منشأ خرساني قائم، دي مثلا جامعة MUST اللي هي جامعة ماست في 6 أكتوبر، بيبقى الدور المبنى لا يتحمل تحط عليه دور خرسانة، كمان خرسانة وزنها تقيل. فده كان مبنى المستشفى اللي في الجامعة اللي جنبه دار الفؤاد، فده الشكل اتعمل دور تعلية، واتعمل مبنى ستيل كبير جنبه على اليمين هنا للمستشفى، امتداد المستشفى. فمن مزايا الحديد ان انت ممكن بسهولة تطلع الحديد فوق وتركب وزنه خفيف وتعمل دور وتقفله، ومحدش هيشوف ده ستيل ولا خرسان. مباني مالتي ستوري بيلدينجز، دي مباني صناعية متعددة الطوابق، بيبقى التصنيع بيتطلب ان انت ان هو عايز يحط حاجات فوق حاجات، مش كله افقي، لا بيبقى فيه حاجات رأسية، الاعمدة والفيرتيكال بريسنج. والمبنى ده هتشوفه لما الشكل بتاعه كده، ده احد المصانع في العاشر من رمضان. المبنى وهو بيتقفل بيبقى فيه هنا سايد جيرتس وفي اند جيرتس، هتعرف الكلام ده في السكشن بتاع اللي اوت. وده المبنى العالي اللي احنا كنا شايفين الصور بتاعته، ودول مبنيين قدامه ستيل طبعا، وده الشكل بعد ما الكلادينج او الصاج التغطيات ركب، واتعمل لاندسكيب ظريف شوية خضرة ومنظر بقى جميل جدا. ده احد هناجر الطيارات في مطار القاهرة، السبان بتاعه كده احنا بنتكلم هي حوالي 60 متر. الباب ده كله عشان يدخل الطيارات، ده 60 متر ده، وده عبارة عن مين تراس اللي هو ده، وفي فريمات متشالة عليه بالمنظر ده. ده شكل التراس الرئيسي بتاع هنجر الطيارة، وهنا احنا كنا شغالين في الارضيات كمان، وطبعا الفريمات اللي هي الاتجاه ده رمية على المين تراس، وفي حتة في النص هنا حتة عالية كده مفتوحة عشان يدخل الديل بتاع الطيارة. احد المباني الصناعية صناعات كالسيوم كربونيت برضو في العاشر، بيبقى فيه سيلوهات تقيلة، سيلوهات دي أوزانها ضخمة جدا، بتبقى سبورتد على كاميرات في الأدوار في دور معين، وممتدة لارتفاع دورين أو ثلاثة. طبعا أنا يهمني إنك تبص على شكل الأعمدة، ولاحظ دايما إن فيه بريسنج
او فيرتيكال بريسنج او في باكيه كده بالكامل او كذا باكيه بيبقوا فيهم البريسنج ده في السلالم بتوصلك للادوار المختلفه. ده الووتر بارك اللي انا قلت لك عليها في الاول. اول رسمه الملاهي دي برضو بتبقى عباره عن ستيل ستراكشرز، هو اللي شايل التيوبز الملونه الظريفه دي، والستراكشر اللي في النص ده يمكن مش باين هنا، هو اللي انا بينته في الوركشوب، لو بتطلع من فوق وبعدين تاخد الزحليه دي الزرقاء او الحمراء او وات ايفر يعني. فووتر باركس عموما زي كده. المبنى اللي انا قلت لك عليه كان ليه وركشوب دروينجز وريته لك، هو زي ده، ودي اعمده، ودي كانت ليفرز شايله التيوبز دي، يعني فانسي ستراكشرز، يعني هي حاجات ظريفه يعني. ده صاله بتاعت العاب رياضيه سبورتس هول في القياده المركزيه في مرسى مطروح. السبان بتاع الصاله دي 70 متر و يعني هي صاله العاب رياضيه يعني سبان 70 متر وده الشكل بتاعها بعد ما خلصت يعني. ده برضو هرم في جواه لعبه برضو ووتر بارك بتطلع، وده التصور المعماري بتاع الراجل المعماري بعت لي قال لي انا عايز حاجه زي كده، هرم ارتفاعه 16 متر، وكان مطلوب ان احنا بشويه رسومات كده عملت له الشكل الستيل ده. الكلام ده في 2005. ده موجود في احدى القرى في شرم الشيخ. ده الشكل برضو بتاع الهرم. هنا بقى بنتكلم على الكباري، والكباري دي هتبقى موضوع السنه الجايه ان شاء الله. فهيبقى عندنا طبعا مش هنوصل للكباري اللي انت بتشوفها قدامك دي دلوقتي، ولكن ممكن يعني ناخد فكره برضو. ده من اشهر الكباري في العالم، جولدن جيت بريدج اللي هو في سان فرانسيسكو، مبني سنه 38. الجولدن جيت بريدج ده سسبنشن بريدج، هتلاقي فيه زي كتينه كده، والهانجرز متعلقه هي اللي شايله الايه التراس اللي هو البريدج اللي هو اسف ارضيه الكوبري يعني. ده اسمه كيبل ستيت بريدج، وده زي اللي عندنا كده هنا في مصر بس ده على كبير شويه. كيبل ستيت بريدج ده تراس جيردرز، يعني الجيردرز دي نفسها عباره عن تراس، والكيبل ستيت كلها بتطلع من التو تاورز الكبار دول، التاور ده والتاور ده زي رود الفرج مثلا، ودي الكيبلز اللي بتبقى شايله الارضيه بتاعت الكوبري. فيبقى احنا عندنا سسبنشن بريدج بيبقى زي شكل واخد شكل كتينه كده متعلق، وفي كيبل ستيت ده الاحدث من السسبنشن. ده يوكوهاما باي بريدج في اليابان، ده كيبل ستيت بريدج برضه، هتلاقي المسافات اللي هي ما بين التو بايلونز دول او اللي هم الاثنين خرسانه كبار قوي دول، تلاقي هنا السبان ده 860 متر. 860 متر. انا عايزك بس كل المطلوب منك في المحاضره دي انك يعني تحاول تركز كده في الارقام شويه. دلوقتي نتكلم على القطاعات بتاعه اللي احنا هنستخدمها في الستيل. القطاعات اللي احنا هنستخدمها هيوريها لكم كده، وفي جداول للقطاعات الستيل، فمفروض ان احنا عندنا تيبل اوف ستيل سيكشنز، ده مفروض يكون معاكم يعني. نزلته. طيب كويس. هي القطاعات بتبقى في الانجلز، هتلاقي هنا مقاس الانجل مثلا يقول لك ده 50 في 5، طبعا الضلع ده اللي هو الرجل دي 5 سنتي يعني 50 ملي، احنا كل دايمنشنز عندنا بنكتبها بالملي، فده 50 وده 50 والتخانه 5، او ده 60 و60 والتخانه 6، كل حاجه هتلاقي ليها بقى
البعد الاي اللي هتلاقي الاي اكس والاس اكس اللي هي الجيومتريك بروبرتيز بتاعت الانجلز. هتلاقي في الانجل سيكشنز ده برضو انجلز، ان ايكوال انجلز اللي هي الرجل تبقى اطول من رجل. في عندك التشانل اللي هو بنسميه يو بي ان، وفي عندك الاي بي اي سيكشن ده بنستخدمه كتير قوي قوي. الاي بي اي سيكشن هو قطاع خفيف يعني اي سيكشن خفيف جدا وظريف، نستخدمه في الكاميرات. الستاندرد اي بيم لا يستخدم دلوقتي، اللي هو لو بصيت هتلاقي الفلانج السفليه بتاعته فيها تيبرنج يعني فيها ميل كده، لا الاي بي اي بيبقى الفلانج عدله. وصليك تاني الاي بي اي كده سيكشن تلاقي الفلانج بتاعته عدله، انما تاني بيبقى تيبرد. ده اسمه اي بي اي وده اسمه اي بي ان. الاي بي ان لا يستخدم لانه هو لا ينتج دلوقتي خلاص، حتى في اوروبا وكده ما بقاش يعني يستعملوا الاي بي ان، كان زمان بيستعمل. فخلينا دلوقتي نركز مع الاي بي اي ونركز مع القطاع ده اللي هو الاتش اي اي اللي هو زي برود فلانج اي بيم او وايد فلانج. الوايد فلانج ده في منه نوعين اتش اي اي وفي زيه بس اتقل شويه اسمه اتش اي بي، نفس الشكل برضو الفلانجات موازيه لبعض. يعني الاتش اي اي والاتش اي بي ده وايد فلانج، دي قطعات عريضه هنستخدمها في حالات معينه ممكن في اعمده، لكن الاي بي اي هنستخدمه اكتر في الكاميرات. اتش اي ام ده ما لا ننصح باستخدامه خالص، قطاع تقيل جدا. بعد كده في البايب سيكشنز، دايما يديك الاوتسايد دايمتر ويديك التخانه، اوتسايد دايمتر والتخانه طبعا، والانيرشيا والاس اكس اللي هو السكشن مودولس. في قطاعات ار اتش اس ريكتانجلر هولو سكشن اللي هي قطاعات مفرغه كده وبيبقى شكل مستطيل، وفي عندنا الشكل المربع مفرغ بشكل مربع اسمه سكوير هولو سكشن اللي هو اس اتش اس. قطاعات خفيفة برضو دي كولد فورمد سكشنز اللي هي قطاعات الرقيقة يعني اللي هي بتستخدم في البيرلينز بتاعت اللي هنستخدمها في السقف بتاع أي منشأ صناعي. التخانات بتاعتها بتبقى زي ما انت شايف كده حاجة 4 ملي أو 3 ملي أو 2 ملي ونص، في حاجات 2 ملي يعني هنا هتلاقي تخانات 3 وفي تخانات 2 ملي وفي تخانات ملي ونص كمان، بس التخانة ملي ونص دي ما ننصحش باستخدامها يعني. ده زد سكشن برضو دي قطاعات كلها خاصة بالكلادينج أو دي آخر قطاع هيشيل الصاج التغطيات بتاعة المبنى، سواء كانت التغطية دي على السقف أو على الجوانب بتاعة المبنى. نقفل ده نرجع تاني هنا. فهنا بنقول ان القطاعات ملخصها كده ان في الاي بي اي سكشن اللي هو الفلنجتين دول موازين لبعض، بتلاقي في فيلت هنا والارتفاع والدبس اللي هو من بعد الفيلت لبعد الفيلت. العرض بتاع الفلانج دايما عندنا اسمه بي، والتخانه الفلانج اسمها تي فلانج. هنا الشكل ده اللي بقول لك الاي بي ان اللي هو الستاندرد اي بيم، ويمكن كنتوا بتاخدوه في الرسم في اولى مدني تقريبا. القطاع مالوش اي انتاج يعني ما حدش بينتجه دلوقتي، فده مش هنستعمله، بس لازم تبقى عارف ان في حاجه اي بي ان وفي كده وقطاع تقيل كمان يعني مقارنه بده قطاع تقيل. ده القطاعات اللي هي الوايت فلانج اتش اي اي واتش اي بي و اتش اي ام. قلنا الاتش اي ام ده مش هنستعمله دلوقتي، بس الوايت فلانج يعني توقع ان البي فلانج هنا البي فلانج دي كبيره قوي بالنسبه للاي بي اي. ده اليو بي ان وده الان ايكوال انجل وده الايكوال انجل اتكلمنا عليه دلوقتي. في دي شكل اشكال القطاعات. كولد فورمد شانل سيكشنز اللي هي في عندنا نوعين، لو بصيت الفرق بينهم هتلاقي ده في ليب ستيفنر في الحته دي كده موجوده، دي هنا ما فيش. يعني ده بيسميه سي سكشن لانه حرف سي
وده بيسموه U section. فال U section وال C section دول قطاعات cold formed steel. في عندنا قطاع ال C وال U وعندنا قطاع ال Z. ال Z في ثلاث أشكال لل Z. الشكل اللي في النص هو أفضل شكل اللي هو sloping edge stiffeners، وهنقول ليه هي معمولة كده على 45 وليه هي أحسن من دي. لأن دي أنا ممكن أركب قطاعين فوق بعض، يعني أجيب قطاع تاني وأركبه فوق ده، فيبقى عملت زي overlap، عملت زي continuation، عملت استمرارية للقطاع. يعني بدل ما أصمم القطاع ده على W سكوير على 8 مثلا، يبقى W سكوير على 10 زي continuous beam. ده called formed Z section. فقلنا أحسن شكل هو الشكل اللي في النص ده. Special structures. أنا كل اللي بعرضه النهاردة special structures، بس أنت اللي هتاخده ده يعني هانجر أو جمالون غلبان جدا، يعني طول في عرضه مش أي حاجة، بس أنا بعمل لك إيه، بفتح دماغك كده عشان يعني توسع المدارك شوية. فريمات كده بشكل غريب زي ترابيزيوم فريم كده، في برجولات راديال فريمز، في ركات، الركات اللي هي التخزين. كل ده غير ملوش اي علاقه بالستراكشر نفسه ان هو هيبقى ستيل، بس ده كمان استخدامات اخرى للستيل. ركات اللي هي الباليت تراكس دي بيحطوا عليها الواح الحديد. هنا في ركات ثانيه، ده القطاع اللي بيبقى مستخدم في الركات، بيبقى متخرم كده بحيث ان انت الرف تشيله من هنا، تعلي الرف، توطي الرف. وده عملوا عليها اختبارات، دي احد النتائج بتاعت اختبارات في بيبرز، ان حصل مثلا بيحمله بيشوف هو بيستحمل قد ايه، فبيحصل له ديفورميشن ازاي. ستورج راكس زي انت شايف كده، حاجات كلها سيمبل خالص. زي ستورج راكس دي منتشر قوي، شايف ده اسمه ريتش تراك، اللي هو بتاع اللي هو زي فورك ليفت كده، بيطلع يجيب الحاجه من ارتفاعات عاليه قوي وينزل بيها. الراكينج سيستم ده منتشر قوي في المخازن مش المصانع، مخازن زي دلوقتي اللي هي امازون والحاجات دي. لو رحت دخلت اي حاجه من امازون او كارفور او بتاع، هتلاقي المباني الميجا دي هتلاقي فيه راكات، راكينج سيستم كده، ستورج راكس. بيلت كونفيرز زي سيور نقله. هنا الجوفرنينج ديزاين كودز عندنا، ده اللي احنا قلنا عليه في اول المحاضره، اللي هو ايه، اللي هو ان الكود ده هو اللي بيحكم، هو قانون، هتلاقي عليه ختم، هتلاقي عليه علامه النسر، يعني ده قانون ما فيهوش هزار. الاولاني ده اسمه Allowable Stress Design، احنا كنا شغالين بيه ولا زلنا شغالين بيه الحقيقه، ولكن احنا اللي بندرسه اسمه LRFD. يعني ده Allowable Stress Design، Allowable Stress Design ده زي ما قلنا كنا بندرسه، دلوقتي احنا هندرس اللي هو Load and Resistance Factor Design. الالاوبل ستريس ديزاين هنتكلم، هو بيتكلم على طريقه التصميم على اساس الاجهادات المسموح، ستريس اللي هي الاجهادات، الاوبل اللي هي مسموح. فطريقه التصميم عن طريق الاجهادات المسموحه اللي هي اي اس دي، وده شكل الكود. واللود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين دي طريقه تصميم ثانيه على اساس الاحمال والمقاومه المعياريه، واسمه تقيل شويه بس هو معروف ال ار اف دي. الاولاني ده بنشتغل معظم الوقت على ان اللودز اي مبنى عليه احمال، فبقول لك ان الحمل على الاريا ده بيساوي ستريس، حمل على اريا بيساوي ستريس، فالستريس ده ما يزيدش عن الكود بيديني يقول لي الستريس ده في الحته دي ما يزيدش عن قيمه معينه، فانا بلتزم بالقيمه اللي بيقولها لي الكود. فهنا يبقى انا شغال على Allowable Stress Design ASD.
الفيلوسوفي بتاعت ال LRF دي ان هو بيبقى اللودز السيرفيس لودز دي بتضربها فاكتور، وده اللي انت كنت شغال بيه في الخرسانه السنه اللي فاتت. اللودز مضروبه في فاكتور اسمه لود فاكتور، وبعد كده بتشوف الـ لازم تبقى اقل من المقاومه بتاعت الممبر مضروبه في فاكتور اسمه ريزيستنس فاكتور. يعني هنشوف كده مع بعض ال LRF دي، ده اللي هو الكود الثاني اللي هنتكلم عليه الترم ده كله، هنتكلم على ال LRF دي. كود الاحمال ده ملوش دعوه، ده كود احمال ده بيسري على اي ديزاين كود عندنا. كود الاحمال بيعرفك ايه هي الديد لودز، ايه هي اللايف لودز المختلفه، لو انت بتصمم مبنى صناعي، لو انت بتصمم جراج، لو انت بتصمم مدرسه، مستشفى، سلالم، كوبري مشاة، كل ما هو له علاقه بالاحمال الحيه او اللايف لودز هتلاقيها واضحه، والويند هتلاقي كل ده واضح في كود الاحمال. ده كود ديزاين اسمه ال ار اف دي. هنا هنشوف الالاوبل ستريس ديزاين. الالاوبل ستريس ديزاين خلينا نقول ان هو النقطة الصفراء دي في الالاوبل ستريس ديزاين، وده الستريس ترين كيرف بتاعك. لو انت عندك عينة كده معينة بتشدها فبيحصل كسر في المنطقة دي، وانت عمال تحمل بتزود الحمل فالسترين بيزيد، تزود الستريس الاسترين يزيد لغاية ما توصل لحاجة اسمها ييلد اللي هي جهاد الخضوع. بعد كده بيحصل اليلد بلاتو اللي هي الحتة الأفقية، وبعد كده تلاقي العينة عمالة تزيد الحمل لغاية ما يحصل فيلير. هيزيد الحمل لغاية قيمة هنا، وبعد كده يبتدي يتراجع. فانت اول ما تلاقي المؤشر بيتراجع تعرف ان خلاص انت عديت النقطة دي وانت نازل، هيحصل فيلير هنا. طيب يبقى النقطة اللي فوق خالص دي في الكيرف اسمها الالتيميت، اف التيميت. النقطة دي اللي بيشتغل عليها ال LRFD، تلاقي القيم كلها مرتبطة بالاف التيميت، نسبة يعني بالاف التيميت. الالابل ستريس ديزاين بيبقى شغال على، مش هيوصلك لليلد لكن هيوصلك ل 0.58 اف يلد او 0.64 اف يلد. يعني بيدي لك خط كده بيقول لك العب في المثلث اللي تحت ده، اطلع وانزل هنا في الحته دي، واياك تعدي الخط ده، الخط ده ما تعديهوش. طب لو انت عديته ووصلت هنا ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، مش هيحصل اي انهيار ولا حاجه، بس انت كده في الحتة دي انت كده خالفت الايه؟ الكود. وقلنا الكود ده عبارة عن قانون ما ينفعش انك تخالفه، حتى لو المنشأ مش هينهار هنا، مش هينهار المنشأ، المنشأ يبتدي ينهار هنا لما توصل لليلد، لكن هو الكود اللي عندنا دلوقتي بيدي لك خط كده عبارة عن 4.64، يعني قول 60% من الاف يلد، بيقول لك انت ما تزودش عن كده. ال LRFD بيشتغل على فاكتور برضو، في ده ما بيشتغلش على الالتيميت، بيشتغل على ان في لود هكبر قيمته، سيرفيس لود هكبر قيمته، وبالتالي هقارنه بالاف التيميت. الاف التيميت لحديد 37 3.6 طن على سنتيمتر مربع، حديد اليلد بتاعه 2.4، يعني الاف التيميت دي 3.6 ودي 2.4. طيب الشكل ده بدايه، طبعا الستريس سترين كيرف اللي انتوا خدتوه في الماتيريال، بس لازم تبقى فاهم اللي جديد عليك هو الخط المنقط ده اللي هو الحدود اللي انا بقول لك عليها، ما تعديش هنا، ما تعديش الخط ده. ده من الكود بيقول لك الجريدز اوف ستيل، انواع الحديد. في عندنا ثلاث حاجات، ستيل 37 44 52، ده اسمه في اوروبا اسمه مشموس 37، 37 ده عندنا اسمه حديد 37 و44 و52، في اوروبا اسمه اس 235 اللي هي بيرمز لليلد بتاعه 2.3، اسمه 235 وده اسمه 205 اس
275 اليلد بتاعه 2.8 وده اسمه S355 اليلد بتاعه 3.6. التخانات هنا لو هي اقل من 40 ملي، لو التخانه اللي انت بتعمل عليها الاختبار التنشن تيست بتاع الماتيريال اقل من 40، فدي القيم اللي انت هتشتغل بيها في الكود. ده بند في الكود اسمه 1.4 grades of steel الماتيريالز. لو انت اكتر من 40، وده مش وارد عندنا في البيلدينجز، ممكن يكون موجود في الكباري، ممكن يكون موجود السنه الجايه في الكباري، لكن البيلدينجز عندنا غالبا هنشتغل في البتاع اللي انا مبروزها بالشكل ده. عندنا ثلاث انواع حديد، ثلاث قيم للاف ييلد، ثلاث قيم للاف التريت، مش هتحفظهم بس من كتر التكرار هتحفظهم، بس هو انت ما تحفظهمش هيبقى جيفن. اقول لك ان احنا عايزين كذا كذا كذا، ونوع الحديد ده حديد 44، او اقول لك حديد S275 زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده. الالاوبل ستريس ديزاين زي ما قلنا بنقول اكتوال ستريس فورس على الاريا. الفورس على الاريا اللي هي الاكتوال ستريس، واللي بس هشرب بق ميه عشان ونريح كده دقيقتين ثلاثه ونكمل تاني. ولي بقى وكده شيء فين الكاميرا؟ ما خلاص فين؟ لا ما بظهرش وحضرتك عامل برزنتيشن. ما كويس كده هنخلص بدري بدري. ايه يعني كمان مش هجيبك خلاص بس على فكره المحاضره يعني مش ينفعش تفاعل. انا عايز اعرف هو فاهم ولا لا عشان طب كم طالب حضر دلوقتي يا سيد؟ وريه كده. فين؟ اعمل كده وريه بقى بالراحه وريه. قول بتعمل ايه عشان اعرف. تفتح هنا وريه بالراحه. صوت راح يا دكتور. طيب يا جماعة كده تمام؟ طيب احنا خد دلوقتي الاتندنس اللي حاضرين معانا دلوقتي 77 طالب. احنا المفروض يبقى موجود عندنا في المحاضرة على الأقل انتوا مثلا 200، ولسه ما جاتلناش طبعا الكشوفات بس هتاخد انتوا فوق ال 200 يعني. فأنا الاتندنس ده هيتحط عليه درجات. للعلم يعني فانتوا اللي حاضرين دلوقتي عدد 77 تمام، والاتندنس اتاخد خلاص. المفروض ان الاتندنس ده هاخده بعد كده بعد المحاضره، في بدايه المحاضره بعدها مثلا ربع ساعه ولا حاجه، فهاخد الاتندنس يعني. فلو دخلت بعد كده
برضو مش هي يعني مش هيبان عندي ان انت ايه حضرت. فارجو ان احنا نلتزم في الحضور، وده لمصلحتك يعني، ده المصلحة العامه يعني. تمام. طيب هنرجع تاني للالاوبل ستريس ديزاين. اكتوال ستريس يعني فورس على اريا اقل من الاوبل ستريس. هتلاقي الاكتوال ستريس دايما بنرمز له بسمول اف، واي حاجه الاوبل ستريس اللي هي بتاعه الكود، الاوبل ستريسز هي الكود، بيبقى كابيتال اف. فلازم لو قسمت السمول اف على الكابيتال اف لازم تبقى اقل من واحد. طيب اقل من واحد يعني ممكن تبقى نص مثلا 0.6، لا هنا يبقى لازم في حاجه بتحكمنا. لو من 0.8 الى 0.95 اللي هي الستريس ريشيو دي، يبقى ده سيف وايكونوميك. لو اقل من 0.8 يبقى انت في استخدمت 80% بس من القدره بتاعه القطاع، القطاع يقدر يشيل اكتر من كده بس انت استخدمت 80%، فده سيف. اه هو سيف طبعا، انت بتستخدم 80% بس منه، ولكن ويست اكتر من واحد. لو انت بقى القيمه دي كبرت عن واحد يعني انت زودت عن الالاوبل، فانت كده انسيف. تمام. النقطه دي مهمه قوي، فاحنا عندنا دايما بنبص على السيف اند ايكونوميك ديزاين. عندنا اللود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين. الموضوع باختصار في حاجه اسمها نومينال لود، سميها نومينال لود، هو الكود بيسميها نومينال لود، انت ممكن تعتبرها ان هي سيرفيس لود، اللي هي اللودز اللي احنا بنستخدمها العاديه من غير ما تضرب في اي حاجه، دي اسمها نومينال لود. لما تضربها في لود فاكتور يبقى انت كده كبرت القيمه. اللود فاكتور ده في الديد لود مثلا تضرب 1.2، في اللايف لود ممكن تضرب 1.6، هنشوف القيم دي دلوقتي. فبس عايزك تفهم الفلسفه بتاعه ال ال ار اف دي، ان اللي على الشمال ده اسمه نومينال لود مضروب في لود فاكتور. نومينال لود اللي هو كيو، واللود فاكتور اللي هو جاما. لازم يطلع اقل من النومينال ريزيستنس بتاعه القطاع الممبر، اللي هي الريزيستنس. نومينال ريزيستنس بنسميها ار ان، والريزيستنس فاكتور اللي هي الفاي. الفاي اللي احنا بنسميها فاي اسمها في، بس احنا خلينا نقول بقى عليها فاي عشان احنا متعودين على كده. الفاي دي فاكتور بتلاقيها مثلا في حاجات الكود هيقول لك 0.7 وحاجات 0.8 وحاجات 0.9. تمام. لك واللود فاكتور ده هنعرفه ان هو زي في السلايد اللي جايه هنشوف يعني ايه اللود فاكتور. الديزاين اللي على الشمال بقى اسمه ريكوايرد سترينث، وده اللي على اليمين اسمه الديزاين سترينث. الديزاين سترينث اللي هو الريزيستنس في الريزيستنس فاكتور. الريكوايرد سترينث لازم يبقى الريكوايرد سترينث اقل من الديزاين سترينث. النومينال لودز اللي احنا بنتكلم عليها، وده من تعريف الكود نفسه ال LRFD، هو عنده تعريفات كده كابيتال دي كابيتال ال ال ار W E Q، ما عندوش غير هما دول، 1 2 3 4 5. الدي اللي هي ديد لود، ال اللي هي اللايف لود، ال ار اللي هي الروف، W اللي هي الويند لود، ال E Q اللي هي الايرث كويك لود. وهتلاقي في حالات التحميل يا اما تاخد الويند يا اما تاخد الايرث كويك. تاني الديد لود هو ده من تعريف الكود. الديد لود ديو تو ذا ويت اوف ستراكشر، اللي بيسموها الاحمال مش الميته، عشان ده تعبير خاطئ او ترجمه خاطئه، اسمها الاحمال الذاتيه. الذاتيه الاحمال الذاتيه اللي هي الديد لود، مفيش حاجه اسمها احمال ميته يعني، لكن هي اللايف لود هي اسمها احمال حيه فعلا. هو قال لك دي احمال حيه ودي احمال ميته، لا مفيش ميته، هي احمال ذاتيه. ديد ولايف وال ار اللي هي الروف، لان احنا هنا عندنا الاستراكشر بتاعتنا تبقى بيتش روف، يعني السقف بيبقى مايل بتاع المصانع ميل 1:10 او ميل 1:20، فبيبقى عليه او بناخد عليه قيم معينه للروف لايف لود. والدبليو اللي هي الويند لود، الويند لود دي عامل مؤثر جدا لما يكون المبنى مرتفع شويه، يعني تحديدا يعني
مش عايز احدد يعني، خلينا نقول ان احنا هناخد حالات للويند هتتشرح لك بالكامل في السكشن، والايرثكويك لود. تمام. طيب حالات التحميل دي خلي بالك انت مش هتحفظ حاجه، بس هم في ست حالات تحميل فقط الكود بيحددهم، ست حالات تحميل. على فكره يعني الست حالات تحميل المفروض بتاخد الموست كريتيكال او اكتر حاجه حرجه في اللود كومباينيشنز دي من حالات التحميل دي. ال ار اف دي محدد لك اول حاله، بص على اليمين هنا هتلاقي فيه ارقام زي ما هي موجوده في الكود 1.1 1.2 1.3 دي معادلات كده لغايه 1.6 كريتيكال لود كومباينيشنز فاكتور لودز. ده اللود فاكتور بقى، هنا اول حاله 1.4 الدي، ثاني حاله خلي بالك انا حاطط لك الدي الديد لود كلها تحت بعض بلون واحد، اللايف لود تحت بعض بلون واحد، هو الكود مش عامل كده بس انا كده للسهوله العرض وسهوله انك تفهم، والويند لود بلون واللايف لود بتاع الروف بلون والايرث كويك اللي هو الزلازل بلون. طيب حالة ال 1.4 ديد لود لوحدها لو انت عايز تاخد ديد لود بس، او تاخد 1.2 ديد لود وزائد 1.6 اللايف لود زائد 0.5 اللايف لود في الروف، يعني هنا ممكن يبقى ستراكشر عندك في لايف لود يعني في دور جوه الستراكشر وفي الروف، فانت بتاخد 1.6 ال L و 0.5 ال L R. الحالة الثالثة 1.2 ديد، الحاجات دي مش حفظ يا حضراتكم، ده مش حفظ بس تبقى فاهم ان الكيس دي 1.2 ديد زائد 0.5 ال L or 0.8 ال W ده او ده، وتجمع عليهم ال 1.6 ال R. هنا 1.2 ديد 0.5 ال L 1.3 ال wind 0.5 ال L R 1.2 ديد 0.5 L 1 earthquake. خلي بالك ما يجيش ابدا هنا الويند مع الايرثكويك، هنا حتى هنا قال لك مثلا اخر حاله 1.3 الويند او 1.8 الايرثكويك، يعني دايما في حالات تحميل ما يحطلكش الويند مع الزلازل مع بعض، يعني ما تحصلش يعني، ان هي بتحصل في التورنيدوز يعني، بس احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش في الكود عصير يعني، انما هو ما بياخدش الويند، لو خد ويند ما ياخدش ايرثكويك، ولو خد ايرثكويك ما ياخدش ويند، ياخد الكريتيكال فيهم بس، لكن يجمع ديد ولايف زي ما هو عايز، ديد لود ولايف لود زي ما هو عايز. طيب الملحوظه اللي في الاخر دي مهمه، ودي برضو متهيألي ليكوا يعني في السكاشن تركزوا عليها. ايه هي؟ ان ال لو هي اكثر من 500 كيلو، لو اكثر من 500 كيلو جرام بير متر سكوير، اللود كومباينيشنز 1 3 او 1 4 او 1 5 اللي هم الثلاثه الاربعه دول، ال 0.5 ال هتبقى 1 ال. يبقى الملحوظه دي مهمه وتنطبق على الثلاثه دول 1.3 1.4 1.5، دي المعادله اللي قال لك لو اللايف لود اكتر من 500 كيلو جرام بير سكوير متر ال ال، بدل ما تاخد الكيس دي بنص ونص ونص لا تاخدها بواحد واحد واحد. طيب زي ما قلنا الاحمال الذاتيه وليست الاحمال الميته اللي هي الديد لود اللي هي السيلف ويت، وزن الستيل اليمنتس والكفرنج ماتيريالز، لو عندك دور بتاع ميزانين او دور جوه المصنع ستيل برضو وعليه حوائط فبتاخد وزن الحوائط، لو عندك تعليقات الكتروميكانيكال يعني ضغطات بتاع التكييف اتش فاك او كيبلز كيبل تريز او بايبس مواسير، اي تعليقات متعلقه من الكمر تاخدها معاك، دي احمال ديد لودز. فول سيلينج زي سقف معلق او وحدات لايت فيكتشرز وحدات اضاءه، كل ده بتاخده معاك في الديد لودز. والله ممكن يبقى عندك الاربعه وممكن يبقى عندك واحده بس، ممكن اتليست يبقى عندك السيلف ويت الاولانيه يعني، لكن انا بدي لك الكيسز كلها جنرال وانت تشوف ايه اللي عندك تاخده واللي مش عندك ما تاخدوش. ده اللي هو الليتر دي. الاحمال الحيه
اللي هي الروف لايف لودز على السقف يعني. عندنا قلنا نوعين من الاسقف، في اسقف مستخدمه اللي هي واسقف غير مستخدمه. الاسقف المستخدمه اللي هي اللي اسف هبدا الاول بالاسقف الغير مستخدمه اللي هي تبقى سقف الجمالون او سقف البيلدينج او سقف المصنع بيبقى مايل صاج ومايل، فده الكود بيصنفه ان ده سقف ان اكسسبل، يعني مش مفروض انك تطلع وتتمشى فوق يعني. لو انت طالع تعمل صيانه هتفك حاجه يعني كلادنج لوح صاج ولا حاجه زي كده، فدي اسقف غير مستخدمه. فده بنحسبه من معادله ليها علاقه بزاويه الميل بتاعه السقف ده مع الافقي اللي هي الزاويه اللي اسمها الفا. فالمعادله هي 60 ناقص 66.667 الفا، ما يقلش عن 20 وما يزيدش عن 60 كيلوغرام على المتر مربع. الاسقف المستخدمه لو كانت افقيه، يعني لو كان عندك السقف ده مستخدم يعني في سلم بيوصلك لهذا السقف وهتطلع فوق وتعمل حفله، ولا لا مش هتعمل حفله يعني الحفله ده تاخد لايف لود تاني كبير يعني. انما لو هيستخدم السقف فالمعادله هتبقى 200 ناقص 300 تان الفا، بيتراوح من 20 الى 200. ده الانكلايند روف سيستمز having an angle of inclination الفا مع الهوريزونتال لاين. يبقى ال LR اللي هي الاحمال على الاسقف حسب انت بتستخدم انه سقف. الاحمال اللايف لودز عاديه مش على الاسقف بقى بتاعه المصانع. عندنا الميزانين والمالتي ستوري بيلدينجز، مباني اداريه، مباني سكنيه، كل واحده من دول ليها قيمه لايف لود الكود بيحددها. انو كود؟ كود الاحمال. مباني اداريه، مباني سكنيه، مدارس، مستشفيات، دراجات، مخازن، سلالم، طرقات، ارشيف، قاعات ذات كراسي ثابته. هنا في فرق، قاعات ذات كراسي ثابته يعني زي السينمات، مسارح، الكرسي متثبت في الارض. الكود بيدي ده لايف لود 400 كيلوغرام متر مربع. قاعات ذات كراسي متحركه يعني زي صالات الافراح وبتاع، تلاقي الكرسي ممكن تشيله من الترابيزه دي تقعد جنب واحد تاني في الترابيزه اللي جنبك، تطلع الكرسي فوق الترابيزه، تطلع ترقص فوق الكرسي. كل ده قاعات ذات كراسي متحركه بيزود اللايف لود الى 500. فالكلام ده بيحدده مين؟ كود الاحمال. بتخش تعرف طبيعه المبنى بتاعك، اوفيس بيلدينج، مباني اداريه ولا سكنيه ولا مدارس ولا ايه، وتعرف هتلاقي الاحمال بتتراوح من 250 كيلوغرام على المتر سكوير لايف لود الى 5000. احمال الرياح او احمال الزلازل زي ما قلنا دي هتتشرح في السكشن. ميكانيكال بروبرتيز اوف ستيل، الكتله الدنسيتي بتاعت الحديد 7.85 طن بر متر كيوب. المودولس اوف الاستيستي 2100 طن بير سنتيمتر سكوير. خلي بالك دايما في الكالكوليشنز عندنا طول السنه في الستيل بتحسب بالطن سنتي، الحسابات طن وسنتيمتر، الرسومات بترسم وتحط الدايمنشنز بالمليمتر. الشير مودولس والباسنز ريشيو والكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن دي مجرد بروبرتيز للماتيريال يعني. الستيل بولز بقى اللي هنستخدمها، احنا بنستخدم مسامير، مسامير في عندنا انا هركز على ثلاث انواع. نوع اسمه جريد 4.6، سوري جريد 4.6 ده اوردينري بولت، وكلمة 4 ده اللي هو الالتيميت لود، و 0.6 مضروبة في ال 4 يطلع لك اليلد بتاع المسمار 2.4. فلو طبقنا نفس الكلام 8.8 جريد اسمه 8.8 للمسمار ده اسمه هاي سترينث بولت، يبقى ال 8 الاولانية ده الالتيميت بتاع البولت، التيميت سترينث بتاع البولت، ولو ضربت 0.8 في 8 هيطلع لك 6.4، يبقى اليلد بتاعه 6.4 والالتيميت 8.
الاثنين اللي تحت دول نوعين مسامير مشهورين جدا، جريد 8.8 وجريد 10.9، بتسميها هاي سترينث بولز. هتلاقي 10.9 يعني الالتيميت بتاعه رقم فظيع جدا، 10 طن بير سنتيمتر سكوير، واليلد 0.9 في العشرة يعني اليلد 9، دي ارقام عاليه جدا. في بقى الكود بيحط شويه حاجات ولكن ليست لها وجود في السوق المحلي، يعني ما فيش. هو تلاقي في جريد اسمه 4.8 5.6 5.8 6.8، ولكن ليس لهم وجود. عشان كده هتلاقينا انا حاطط برواز على الحاجات اللي موجوده واللي احنا هنشتغل بيها. تمام. طيب اخر تالي دي اخر سلايد، انواع الحديد اتكلمنا عليها قبل كده، اسمه S235 اللي هو ستيل 37، S275 اللي هو ستيل 44. خلي بالك 235 ده ميجا باسكال، يعني نيوتن على مليمتر مربع، لما تيجي تحولها هيطلع لك 2.4 طن بير سنتيمتر سكوير. هنا 275 ميجا باسكال هتلاقيها بتساوي 2.8 طن. فدايما لو حطيت هنا ديسمال كده وحطيت هنا الفاصله هنا هتلاقي تعرف على طول ان ده حديد 2.75 اليلد بتاعه 275، وده اليلد 355 اللي هو الحديد الحديد 52. يبقى ده انواع الحديد ودي انواع المسامير 8.8 و10.9. بعد كده المحاضره الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى معاكم الدكتور تامر، وانا معاكم بعدها اسبوعين في الكومبريشن ممبرز. التنشن ممبرز معاكم الدكتور تامر، اللي هي ممبرز سبجكتد لاكسيال فورس، اللي هي تراس ممبر. انت لو عندك اي تراس فالتراس ده يا اما جاي له تنشن الممبرز دي، يا اما جاي لها كومبريشن، يا اما زيرو ممبر يعني معلوش حاجه خالص. فالكومبريشن ممبرز تنشن وكمبريشن، وبعد كده بنتكلم على الكاميرات البيمز. البيمز دي عباره عن قطاع عليه مثلا بيور مومنت، يعني بيور ام اكس مثلا او ام اكس وام واي، عليها ان بلين بندنج واوت اوف بلين بندنج، لكن هي عليها ام فقط. البيم كولمز هي قطاعات بقى عليها بندنج مومنت وعليها اكسيال فورس، دي اللي بنسميها بيم كولمز. يعني هي بيم عشان عليها مومنتس وكولمز عشان عليها اكسيال، فده البيم كولمز دي هنتكلم عليها برضو. ودي بالتالي كده دي احنا وصلنا الى النهايه. هم 67 سلايد. ممكن لو لا احنا نعم المحاضره هتنزل مهندس صفي هيحولها هنحولها له بي دي اف ويحطها لكم على السايت. لو حد عايز يسال في اي حاجه، يستفسر على نظام او في الكورس او اي حاجه، ممكن يبقى يسال، مش عارف بقى يسالني دلوقتي ولا نسال، احنا عندنا لسه وقت شويه، بس انا متهيألي احنا مش عايزين نثقل عليكم في اول محاضره، فخليكم كده، خلينا خفاف خفاف كده. فلو في اي اسئله معاكم، ممكن مهندس صفي موجود دلوقتي معايا شويه، انا جايبه النهارده مذنبه معايا، بس انما عشان لو حصل اي يعني هو شغال اي تي دلوقتي بس يعني مش اكتر يعني. تمام. فلو في اي حاجه اسالوا فيها بس. ممكن بقى نجيب الصوره ونشوف كده، لو ما فيش اسئله يبقى نقفل على كده يعني. وبلغوا اصحابكم ان الحضور مهم يا حضرات، بلغوا اصحابكم شكل البطاريه دي ضعفت. هات الصوره، هات الصوره عشان ده. تمام يا شباب، لو في حد عنده خش 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 في الكاميرا، خش في الكاميرا يا عم، خش في الكاميرا، خش ماشي. طيب لو في حد عنده اي سؤال اتفضل يسال. حد رفع ايده؟ ما حدش رفع ايده اصلا، انا مش شايف ايادي. الايادي المرتعشه فين هي؟ طيب انت مسجل للمحاضره؟ طب خلاص
ما الاربع عيد نفس المحاضره التاني مش معقول. طيب المشكله طبعا في الحضور ان ما ينفعش حد يفتح ويخش، مش عارف اذا كان ينفع ولا لا، بس هو متهيألي مش هينفع لو حد من اشغال او حد من انشاءات دخل المحاضره بتاعت نفس المحاضره دي يوم الاربع في نفس الميعاد، بس هتبقى الاشغال وراي. فلو حد من انشاءات مثلا من اللي ما حضرش حب يحضر، طب دي هيحضر ممكن هيحضر ازاي؟ هو موجود في التيم بتاع ستراكشر، مش هيبقى مش هينزل في التيم مش ده هيقدر خالص. مش هيقدر ينزل في مظبوط، التيم بابليك. شفتوا بقى المزايا بتاعت الاون كامبس احسن من الاونلاين ازاي؟ هنا ممكن تحضر السبت، ممكن الحد، ممكن تحضر الاربع، انما هنا التيمز مايكروسوفت تيمز بيبقى محدد لك مجموعات، تيم معين، فما تقدرش تغيره. طيب لو ما حدش فيه اي اسئله يا جماعه، اسمع بقى كده من عمر يعني ان ما فيش اي اسئله. انا مرقم المكتب بتاعي في الكليه هو في الدوران اللي قدام فلسطين، الدوران اللي قدام مدرج فلسطين، وانا هبقى، لا انا اللي هاجي لكم في السكشن، مش هحضر السكشن، انا بقالي كتير قوي ما حضرش السكاشن، بس ممكن اجي بس ابص كده نشوف الدنيا فيها ايه يعني ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. لو ما حدش عنده اسئله خلاص. شكرا جزيلا يا دكتور، اعتقد المحاضره يعني خفيفه والدنيا ان شاء الله تكون واضحه يعني. طيب كويس، تمام، شكرا شكرا جزيلا. شكرا.